كنيستنا جميلة وأبائنا عظماء واللغة القبطية جميلة، وهتكتبوا قبط النهاردة برضو. الوقت قرب يخلص، بس معلش يلا الورقة والقلم. والحرف ده أخدناه قبل كده، حرف إيه؟ أيوة شاي. جدعان قلنا بنكتبه كده وبعدين نعمل البتاعة دي أهو كده زي السين ولا الشين ولا الأوميجا، ونعمل الديل بتاعها أهو. خدناه قبل كده، ده مش جديد، ده حرف الشاي وهو شكله الكبير والصغير بتاعه. لو احنا خدنا هو الحرف الشاي ده وكتبنا كده جنبيه، مين يقرأ؟ شي. طيب هنعمل حاجة تانية، ده حرف الني اللي هو بينطق نون، وده حرف الأو برضو. الحرف ده احنا اخدناه وانا كروتكم فيه بسرعة، اللي هو حرف الإبسلون اهو. وقلنا الحرف ده لما بيجي جنب الأو بيخليها أو طويلة مضمومة، أو يعني لما يجي نقرأ دي نقول نو. طب اقروا بقى الكلمتين مع بعض، شي نو، هما كلمة واحدة مش كلمتين بس مقطعين، شي نو. برضو الحرف ده احنا اخدناه اهو اللي هو التي، فاكرين كان في حرف بنكتبه كده اللي هو الطاف، وبعدين قلنا في حرف تاني بيتنطق طاف ويوتا مع بعض اللي هو التي، فيبقى شي نو تي اللي هي ايه بقى؟ شنو ده، هو ده اسم شنوتي. شنوتي يعني ابن الله او الذي لله، شي نو تي. يلا نكتبها تاني، تفضلوا. اول حرف اللي هو الشاي اهو، بعدين تاني حرف الاي، تالت حرف الني، الاو الصغيرة، ابسلون نكتبها كده زي اللام الف في يونكا كده اهي 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 اهي، سهلة. وبعدين حرف التي اللي هو بينطق ته يه مع بعضيه اهو اهو بديل كده، شايفين؟ ايوه دي تبقى شي شي نو تي اللي هو شنو ده، شي نو تي يعني شنو ده، سهلة. يلا نكتبها آخر مرة، آدي شاي وآدي أي وآدي ني وآدي أو وآدي إبسلون وآدي تي، تبقى شي نو تي. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحافظ عليكم ويحافظ على الكنيسة ويدينا بركة أبائنا ماري مرقص والبابا أثناسيوس والبابا شنودة وشهداء ليبيا وكل أبائنا القديسين، يدينا قوة إيمانهم ويدينا قوة ثباتهم ويبارك حياتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.